طبعا انا دواعي سروري انه جيت من ولايه مرسين تركيا لاشارك اخوتنا الرياضيين في عفرين، اشاركهم هالفرحه الحلوه، لانه بالفعل يعني انا فرحان كثير انه داخل الاراضي السوريه بلادنا بعد 11 عام غياب، يعني جينا شفنا الاحباب لنشارك مع الشباب في سباق ماراثون الربيع والسلام، وهذا شيء جميل انه اكون بيناتكم بين اهلي واحبابي، وان شاء الله للمستقبل راح نكون جميعا مع جميع الرياضيين الاحرار في اي موقع كان. الحمد لله اخذت مركز ثالث، وهذا انجاز كثير كبير بالنسبه لي كاول مسابقه، وبعد سفر طبعا من ادلب لهوني. كان امنيتي الامن والامان اولا، ثانيا انه بعد الحرب اللي صارت 12 13 سنه عشناهم يعني صعبين كثير، يعني امنيتي يعني هالشيء يصير برا سوريا وجوا سوريا، ونفتخر وبلدي انا تفتخر فيني انا كسوري اطلع لبرا واخذ مسابقات برا ان شاء الله.